اتحركنا من الجبل الأصفر في اتجاه طنبول بطريق القاهرة اسكندرية الصحراوي، والهدف هو مزارع التين الشوكي، وبصراحة تفرح وكنز حقيقي. ولو زرعت فدان تزرع قصاده في السنة التانية 10 أفدنة، ومش بيحتاج غير 10 رياض في السنة الواحدة، ومعاملات زراعية بسيطة جدا. تعالوا نقابل الدكتور منير عيد خبير التصنيع الغذائي، واللي هيكلمنا عن فوائد التين الشوكي. احنا دلوقتي موجودين في قلب أرض مزروعة بالتين، المساحة 50 فدان، الإنتاجية وصلت، واحنا لسه ما وصلناش الحداية الإنتاجية، حوالي من 6 ل 8 طن للفدان الواحد. معنى كده ان احنا معانا كنز تمام. اللي نعرفه عنه ان احنا بنقشره من على العربيه كره وناكله، حتى القش مش عارفين نعمل بيه. صحيح. الزيوت ما نعرفش بيطلع منين ولا بتعمل ازاي. صحيح. عرفنا دكتور هذا الكنز ملامحه ايه. احنا هنا مزرعه نصور الوادي او شركه نصور الوادي، زارعين هنا 50 فدان تين شوكي، كله تين مصري، كله تين شوكي مزروع مصري تحت الظروف المصريه تمام. بتاعتنا بصراحه ده منجم متعدد الاستخدامات، فعندنا مخلفات النبات ده بتاعنا بتستخدم في انتاج علف حيواني عالي الجوده. مخلفات اللي هي القشر، مخلفات بتاعتنا القشر بتاع الثمار، الكفوف بتاعتنا والقشر بتاع الثمار تمام. الكفوف اللي هي بنقلمها مثلا بعد كل حصاد، الكفوف اللي بنقلمها بعد كل حصاد بيبقى فيه كفوف خلاص غير صالحه، نستفيد منها في انتاج العلف الحيواني. ادي بالنسبه للمخلفات. الثمار بتستخدم زي ما حضرتك عارف، بتستخدم طازجه يا اما بتستخدم مصنعه في انتاج العصاير والمربى. احنا عندنا محطة فرز وتعبئة، فاحنا عندنا بننزل متقشر للسوق المحلي ومغلف وبينزل في السوبر ماركت اللي عندنا هنا. تاني حاجة، ده صلاحية قد ايه يعني؟ الصلاحية بيتعان في تلاجات طبعا، بيتبقى حوالي من 3 ل 5 بس مش في كل الاماكن، اماكن محدودة يعني. بالظبط كده، ان احنا بنصدر الثمار كاملة للاتحاد الاوروبي بتاعتنا. تاني حاجة هنتكلم على الزيت، البذور اللي بتطلع منه، البذور تعتبر ويست او باي برودكت، احنا بنستخرج منها زيت يعتبر زيت التين الشوكي اللي بتتوجه ليه الانظار دلوقتي من اغلى واندر الزيوت، لانه بيستخدم في المستحضرات الطبيه. الزيت فيه كميه مضادات اكسده عاليه جدا بتاخر ظهور اعراض الشيخوخه. غالي يا دكتور زيت التين الشوكي؟ طبعا طبعا، زي ما قلنا من اغلى واندر الزيوت، لانه بيدخل تحت مستحضرات التجميل، اللتر بتاعه ب 1000 يورو.